لأكثر من عام كان معرض دبي الدولي للخيل حدثاً رائعاً للجميع لاحتوائه على أهم أجزاء صناعة الفروسية. هذا هو المعرض الوحيد المشهور وذو السمعة الطيبة في المنطقة الذي يربط مجموعة واسعة من مزودي رياضة الفروسية مع المشجعين المتحمسين في المنطقة والمالكين والمربين وأصحاب الإسطبلات والنوادي. So some of our suppliers are experts in the industry. On the saddlery side, we have partnered with Steuben, which is based in Germany, and they provide and manufacture custom saddles, and everything is made to fit the horse. We will carry out custom measurements using the Equiscan horseback topographer. This highly accurately measures the horseback so we can manufacture the saddle to fit the horse correctly. واستضاف مركز التجارة العالمي بدبي معرض دبي الدولي للخيل في الفترة من 17 إلى 19 من شهر مارس، حيث عرض الإنجازات الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى المرتبطة بقطاعات الخيول. دكتور بيت كان أول مشاركة لي بالمعرض كان النهاردة، حقيقي بيقدم لنا برودكتس كلها ناتشرال وأورجانيك، ما فيش فيها أي نو هارش كيميكالز أو مواد كيميائية عشان تضر بسواء الأحصنة أو سواء الكاتس أو البيتس أو الدوجز عامة. وأقيم معرض 2023 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي بالتزامن مع معرض دبي الدولي للخيل، والذي سيوفر في نهاية المطاف الفرصة لمربي الخيول من الالتقاء ورؤية بعضهم البعض مرة أخرى وعرض أشمل الخيول في العالم. كانت معكم ريما الواوي من فوكس أكاديمي.